نعم، لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤتمر يبحث في واقع العنف باختلاف أشكاله ومجالاته الذي يقع على النساء الفلسطينيات من أطراف لا تقتصر على العائلة فحسب، لكنها تمتد كذلك إلى المجتمع وحتى الأطراف الحكومية. يختلف الأسباب بالوضع الاقتصادي، الوضع الاجتماعي، الانقسام الفلسطيني، غياب التشريعات، غياب الوعي والثقافة، الحصار، اللي كلها تلقي بظلالها على المرأة وعلى الواقع المجتمع الفلسطيني في ظل عدم أفق موجود. تزداد العنف ضد المرأة سواء كانت في الإقصاء الاجتماعي أو كانت في الحرمان من الميراث أو كانت في العنف الجسدي. المؤتمر الذي شهد حضورا لمتخصصين في مجالات نفسية واجتماعية واقتصادية ركز على موضوعات أساسية تتعلق بنتائج العنف على النساء ودور التربية في رفع الوعي والحد من العنف، إضافة إلى دور التشريعات في ملف العنف ضد المرأة. حقيقة هناك خلل كبير في القوانين الفلسطينية من شأن حمايتها للمرأة في العنف، هناك تمييز واضح في بعض النصوص، الأمر الذي يؤدي إلى تبرير استخدام العنف ضد النساء وعدم القدرة على حماية المرأة من العنف. استمرار مثل هذه النصوص يبرر بشكل واضح استخدام العنف ضد المرأة. مسؤولية إيقاف العنف ضد النساء الفلسطينيات مهمة جماعية تبدأ بالعائلة وتمر بالمدرسة والمسجد وحتى المجتمع بكافة مؤسساته الأهلية والحكومية. دور السلطة كمان مش بسند القوانين والتشريعات، بل بتاحت المناهج التعليمية والثقافية من خلال في المدارس في الجامعات عن العنف وكيفية التعامل مع العنف، وكمان إيجاد مأوى أو أماكن لحماية المعنفات من العنف الواقع عليهم. التقارير الحقوقية تؤكد تعرض النساء في فلسطين لأشكال متعددة من العنف، عنف يشير إلى غياب الرؤية الاستراتيجية لمعالجته، ما ينذر باستمرار هذا الواقع على حاله من دون تغيير. محمد الأصل، تلفزيون القدس، من مدينة غزة. أينما أذهب عنواني يبقى دائما القدس. أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.